كنا بنتكلم على الدستور، ودلوقتي لازم نتكلم على مستقبل مصر برضو، وهو التعليم. التعليم بيشغل بيت كل بيشغل بال كل بيت مصري. التعليم هو قضية العصر وقضية القرن. التعليم بالمشاكل الكتيرة جدا اللي فيه على مستويين، سواء التعليم العام او التعليم الحكومي او التعليم الخاص او التعليم العالي او بكل مشاكله ديت، واللي ادت لمشاكل كتيرة جدا في الاجيال اللي طالعة. بنحاول نشوف مستقبله هيبقى ايه من خلال مصر اللي بنحلم بيها. النهارده معانا ونورنا وهيكلمنا في هذا الموضوع عن خبره وايضا عن درايه وبحكم كمان منصبه اكيد، الدكتور رضا مسعد، وهو رئيس قطاع التعليم العام بوزاره التربيه والتعليم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، نهاركم سعيد. اسعد يا اهلا فندم. وسهلا. خلينا نتكلم الاول ونقول النهارده في رايك تحديدا 1 2 3 ايه هي مشاكل التعليم في مصر؟ طب ما نقول الاول، نربط حاجه بين المقدمه اللي حضرتك تفضلت بيها وبين التعليم. التعليم يجب ان يكون بند اساسي من بنود الدستور المصري، لانه التعليم اذا لم يصبح مشروعا قوميا لمصر خلال السنوات المقبلة، فلن تستطيع مصر أن تنهض من كبوتها. أكيد. وإنه سبب الأزمات التي تعانيها مصر هو التعليم، وعدم اعتبار السياسة له على أنه أول مشروع قومي تهتم به مصر. فأنا يعني أدعو اللجنة التأسيسية للدستور أن هي تضع في حسبانها أن التعليم مشروعا قوميا لمصر في السنوات الكثيرة القادمة، أكيد. حتى تتغير مصر كما تغيرت ماليزيا وكما تغيرت أندونيسيا وكما تغيرت تركيا. ولكن إذا خرج الدستور بدون وضع خاص للتعليم، فأعتقد أن هذه سوف تكون فجوة كبيرة فيه. ايه اللي مطلوب ان يكون في الدستور عن التعليم؟ كيف يمكن وكيف يجب ان يتغير التعليم في مصر؟ وده معناه ان احنا هنتكلم عن مشاكل التعليم. الدستور هينص فيه فقط على أن التعليم يعني أحد المشاريع القومية الكبرى التي يجب أن تبذل فيها مصر كل الجهد. أما التفاصيل فعلى الجهات التشريعية وعلى الجهات التنفيذية. مشاكل التعليم في مصر سؤال كبير جدا، يعني قد يعلم إجابته الكثير من الناس، لأن التعليم جزء من حياة الناس. ولكن أقدر ألخص بعض المحطات البارزة فيها. مشاكل التعليم في مصر أنه نظام كبير بيمس حياة كل مواطن مصري، يتطلب تمويلا ماليا كبيرا. الدولة لا تملك هذا التمويل في الماضي، وأظن أنها في الوقت الحاضر أيضا قد لا تملك مثل هذا التمويل. حتى نستطيع أن نطور التعليم تطويرا جذريا، لأنه التمويل المرصود في هذا الوقت لوزارة التربية والتعليم لا يكاد يكفي المرتبات للعاملين في الوزارة من معلمين وإداريين. أما المصروف الحقيقي على تطوير التعليم من تحديث مدارس وتحديث مناهج يعتبر قليل جدا ولا يكاد يذكر. وتحديث كوادر كمان، كل شيء، فيعني العنصر البشري يعني. محتاجين أضعف الإيمان في الخمس سنين القادمة 50 مليار جنيه مصري حتى نستطيع أن نصرف على تطوير التعليم وتحديثه وحل مشاكله. فإذا لم تتوفر هذه المليارات، فأعتقد أن احنا يا دوب هنقدر نصير العملية التعليمية وندفع مرتبات المعلمين، ولكن التطوير سوف يكون بطيئا، لأنه التطوير والتحديث بيتطلب تمويلا كافيا. دي مشكلة على ودي فكرة، في أم المشاكل، أم ودي المشاكل. على فكرة موجودة في مناحي كتيرة من الدولة يعني، مش بس في بالظبط التعليم يعني. بالظبط. طيب لو هنتكلم على الوضع الحالي والوضع القائم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه زي ما بيقولوا، إحنا بنتكلم وبنسمع عن مشاريع لتطوير الثانوية العامة، بنتكلم عن استعدادات معينة للفصل الدراسي الثاني وامتحاناته. طبعا خلينا نتكلم ملف ملف. أول حاجة أخبار الامتحانات بالنسبة للفصل الدراسي الثاني إيه على كل المستويات، خصوصا مع الانتخابات اللي شاغلة ناس كتيرة جدا، هتتظبط إزاي الحكاية دي؟ هو الوزارة دايما من أول يوم في السنة بتبقى محددة حاجة اسمها الخريطة الزمنية، محددة فيها متى تبدأ الدراسة ومتى تنتهي ومتى يبدأ الامتحان ومتى ينتهي. فالامتحانات هتسير وفقا لخطط الوزارة، باستثناء تعديل بسيط جدا، إن كانت الامتحانات النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية كانت هتنتهي يوم 24/5، اوكي تمام. ولكن اكتشفنا ان انتخابات الرئاسة دخلت علينا يوم 23. فكل اللي عملناه ان احنا طلبنا من المديريات التعليمية في المحافظات
إن هي تبكر جدول الامتحان يومين أو ثلاثة، كل محافظة حسب ظروفها، حتى تنتهي الامتحانات قبل الانتخابات. ليه؟ لأنه لا يجوز إن يكون مدرسة فيها امتحان وفيها لجنة انتخابات في نفس الوقت. أكيد. ثانيا، المعلمين اللي هيكونوا في وقت الامتحان هم مواطنين مصريين ولهم حق التصويت، ويجب أن يذهبوا ليختاروا رئيس طبعا أكيد. جمهوريتهم. أيضا بعض طلابنا اللي هم تجاوزوا يعني وصلوا السن القانوني، من حقهم إن هذا اليوم يكون أجازة بالنسبة لهم، قرار ويقومون مصيري. بممارسة حقهم في التصويت لاختيار رئيس الجمهورية. أكيد. فليس لدينا أي مشكلة في امتحانات النقل أو امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية، هتبدأ تقريبا مع بداية شهر 5 وهتنتهي مباشرة قبل الانتخابات. المشكلة بتاعتنا كانت في امتحانات الثانوية العامة. امتحانات الثانوية العامة أيضا وفقا لخطة الوزارة المفروض تبدأ يوم 9 يونيو وتنتهي آخر يونيو. 9 يونيو بعيدة تماما عن بداية الانتخابات، وبعيدة تماما عن جلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق وأعوانه اللي هي يوم 2/6، ولكن قد نتعرض يوم 16 و17 لإعادة لانتخابات الرئاسة. فالوزارة قررت أنه يوم 16 ويوم 17 واليومين التاليين ليهم 18 و19 عشان الفرز وإعلان النتائج بتكون أجازة للطلاب، وتم بس ترحيل للامتحان. يعني الامتحان اللي كان يوم 16 رحل ليوم 20، وبدل ما يكون من الامتحانات كانت هتنتهي آخر شهر 6 هتنتهي يوم 4/7. تمام. ده امتحانات الثانوية العامة. دي التعديلات الرئيسية. بالظبط. بس نراجع تاني المواعيد يا فندم عشان ما سمعناش. حضرتك بنتكلم على مواعيد الثانوية العامة وبنتكلم على تقديم امتحانات الإعدادي وإيه تاني؟ هو الإعدادي فيه النقل وفيه الشهادات الابتدائية والإعدادية. واللي كان المفروض كانوا هيبدأوا؟ كان هيبدأ يوم مفروض 14/5. تمام. أو 9/5، لأن هذا الامتحان لا مركزي، كل محافظة بتحدده وفقاً لظروفها. فكل اللي حصل إن اكتشفنا إن الانتخابات هتتداخل مع الامتحانات. فطلبنا هتقدم 3 طلبنا من المديريات، وهذا قرار المديرية التعليمية وقرار السيد المحافظ. أيوه. طلبنا منه أن يقدم امتحاناته يومين أو 3 حتى تنتهي هذه الامتحانات قبل بداية الانتخابات، لأن الدولة كلها في هذا الوقت هتكون مشغولة في عملية انتخابات الرئاسة. تمام. نتكلم بقى على مشروع أو مقترحات مشروع الثانوية العامة الجديد. بنسمع عنه كلام كتير جدا، وما انكرش يعني ما اخبيش على حضرتك إن أهالي كتير جدا عندهم تخوفات من شكل سواء التعليم بشكل عام في المرحلة الجاية أو كمان من مشروع الثانوية العامة الجديد، خصوصا مع وجود مقترحات من لجنة التعليم بمجلس الشعب واللي كان عليها علامات استفهام كتيرة جدا سواء بالإيجاب أو بالسلب. خلينا نتكلم على أهم ملامح هذا المشروع. نتفق الأول إن الثانوية العامة يعني هي كريمة التعليم في مصر، وهي نقطة الاهتمام الأولى للمجتمع وللإعلام. يعني رغم أن التعليم في مصر ليس ثانوية عامة فقط، التعليم في مصر تعليم ثانوي عام وتعليم فني وتعليم ابتدائي وتعليم إعدادي ومحو أمية إلى آخره، ولكن المجتمع والإعلام ركز كل اهتمامه على الثانوية العامة. الثانوية العامة من حوالي سنوات قد تزيد على 10 سنوات لم يحدث بها أي تطوير، وظلت ثابتة في المناهج وظلت ثابتة في نظام الامتحان. ليه؟ لأنه بيترتب عليها الدخول للجامعة وبيترتب عليها مستقبل أبنائنا وبناتنا. عشان كده لم يحدث لها يعني تغيرات جزئية كما حدث في بقية مراحل التعليم. ودايما كانت وزارة التربية والتعليم تنظر إلى مشروع مستقبلي طموح شامل كامل لتطوير الثانوية العامة، ولا ترضى بأي تطوير جزئي، لأن هذا التطوير الجزئي سوف يؤثر على مستقبل مصر. لأن طالب الثانوية العامة بعد سنة هيكون طبيب أو مهندس أو مشروع محاسب أو مشروع محامي في الجامعة. فلا بد أن يكون تطوير الثانوية العامة تطويرا جذريا مشروعا مستقبليا يستمر سنوات طويلة، يقضي على الدروس الخصوصية القائمة، يهتم بالقدرات وليس بالتحصيل وليس بالدرجات وليس بالدرجات، يعد الطالب للنجاح في الدراسة في الجامعة. لأن الجامعة بعض الكليات الجامعية بتشكو من مستوى الطالب الذي يدخلها من الثانوية العامة. فتطوير الثانوية العامة مشروع كبير طرح في وزارة التربية والتعليم من 2005،
وتم إعداد مشروع جذري مختلف تماما عما يحدث في مدارسنا الآن لتطوير الثانوية العامة. أهم ملامح هذا المشروع إيه يا فندم؟ كانت ملامحه البسيطة إنه الثانوية العامة سنة واحدة، يعني مش بالضرورة تبقى عامين، تبقى سنة تالتة كفاية. الثانوية العامة مرحلة منتهية، الطالب ياخدها بأي مجموع، يستطيع أن يستكمل دراسته الجامعية أو يستطيع أن ينخرط في سوق العمل إذا أراد. دخول الجامعة ليس له علاقة بمجموع الثانوية العامة، وفقط مجموع الثانوية العامة أحد المتغيرات، ولكن القدرات والاستعدادات متغير آخر، بمعنى أنه 90% وال 99% وال 105% لن تصبح ضرورة لدخول الثانوية العامة. قد تستطيع أن تدخل كلية الطب بمجموع 70%، شريطة أنك تكون بتملك القدرات والاستعدادات التي تؤهلك لأنك تكون طبيب. يعني مثلا في نظام التعليم الأمريكي على سبيل المثال، عندك أنت عمر ما بيبقى فيه اللي هو النظام الامتحان اللي هو آخر السنة اللي هو عليه الحياة أو الموت، أو نص السنة اللي عليه الحياة أو الموت، طول السنة في امتحانات والدرجة يعني تكاملية وتصاعدية مثلا، وبتعتمد على حاجات كتيرة جدا مش بس الحفظ. عندهم نظام التعليم التقويم المستمر بالظبط، وعندهم ثقة بين ولي الأمر وبين المعلم، وما عندهمش دروس خصوصية، فعشان كده هذا النظام ناجح لديهم. احنا نظامنا بيعاني من بعض المطبات، منها مطب الدروس الخصوصية، منها مطب انعدام الثقة بين ولي الأمر والمعلم. الثانوية العامة هي محتاجة بس هذا المشروع اللي اتعمل 2005 وجدد عام 2008 وجدد عام 2010، لأنه في هذه في فترة 2005 ل 2010 كان تعطيله توجه سياسي في هذا الوقت بسبب فترة الحكم السابق، جدد بعد الثورة وتم دراسته، ولكن يعني توتر الأحداث السياسية يعني جعل المسؤولين عن وزارة التربية والتعليم يعني يصبرون قليلا حتى يخرج مشروعا جيدا يلقى قبولا شعبيا، لأن الثانوية العامة لن تستطيع الوزارة أن هي تعلنها من تلقاء نفسها، لابد أن يعلن الأول للشعب، والشعب يرضى عن المقترح الجديد بكل طوائفه الاجتماعية والسياسية والتنفيذية والتشريعية. تمام، بس هل وهو بيتم تحضيره كل الخبراء اللي اشتغلوا عليه وكل الناس اللي اشتغلت على هذا المشروع، هل تم عمل مثلا استطلاعات رأي؟ هل تم أخذ رأي الأهالي والمدرسين؟ هو ما زال الآن على مستوى الخبراء التربويين، ولكن لم ينزل إلى المجتمع بعد. ما زال حتى مرحلة التحضير؟ لا، ما هو مراحل التحضير بشغلها الخبراء، شغل الخبراء. أما مرحلة استطلاع الرأي فده بعد انتهاء الخبراء من عملهم، بيطرح المشروع بكامله على الرأي العام، بيشارك كل المهتمين بالتعليم في مصر من أولياء أمور ومن أساتذة بكليات التربية ومن سياسيين ورجال دين إلى آخره، لأن الثانوية العامة تمس كل مواطن في مصر. فالمرحلة دي سوف تأتي إن شاء الله قريبا جدا، ولا غنى عنها، لا تستطيع الوزارة أو أي جهة تشريعية أو تنفيذية أن هي تعلن تغيير الثانوية العامة لوحدها. تمام. لابد أن يتحاور معنا المجتمع في التغيير المقترح، لأنه تغيير جذري. إنما إذا كنا هنغير تغيير شكلي، فإحنا ببساطة ممكن نعلنها غدا، نقول بكرة الثانوية العامة سنة واحدة، وتظل باقي المشاكل كما هي، الدروس كما هي، التنسيق كما هو، الحفظ والتلقين كما هو. إنما الوزارة يعني لها رغبة أن يكون المشروع تغيير جذري في الثانوية العامة، هيقدم بعض المزايا في النظام اللي أولياء الأمور لا يألفوها من قبل، اللي المجتمع لا يألفها من قبل، وعشان كده لابد أن تناقش مع المجتمع حتى لا ترفض بمجرد إعلان. متفق عليه. خلينا بقى نتكلم يا فندم حضرتك، نرجع للنقطة الأولانية. حضرتك قلت إن مشكلة الوزارة الأساسية في مشكلة التعليم عشان نحسن مستوى التعليم هي التمويل. صحيح. طيب إحنا لو هنحط نظام وتغيير جذري زي ما حضرتك بتقول للثانوية العامة، واعتمد على القدرات زي ما حضرتك بتقول تاني، يبقى ده كله ده معناه فلوس بتتضخ. طيب أنا هل أنا مستعد إن أنا أعمل المشروع دوت في ظل المشكلة الأساسية اللي عندي اللي هي عدم التمويل واللي مؤدية لمشاكل كتيرة قوي؟ غياب التمويل هيحط عراقيل قدام مشروعنا الجديد، ده لا شك. تمام. ولكنه لا يعوق، ولكنه لا يمنع الوزارة من ان هي فعلا تطرح مشروعا جديدا يكون بيلبي احتياجات المجتمع، يكون متوازي مع التطورات المماثلة في الدول اللي سبقتنا في النهضة. تمام.
تمام. زي ماليزيا، سنغافورة، تركيا، كوريا الجنوبية، اليابان. ولكن التمويل دائما هيظل عقبة، ولكن هذا لا يمنعنا من نجاح مفيش مقترح بقى شريطة لان احنا ننقذ الموضوع ده، يعني ما يوقفش عند مرحلة الاقتراح وبعد كده يقول مفيش. لا، هو حاليا مش اقتراح، حاليا مناقشات جادة في الوزارة. بالوزارة بتراجع مشاريعها السابقة، عندها مشروعين أو ثلاثة، والوزارة بتقرر هل هي تعمل تغيير تطوير جزئي ولا تطوير جذري. تمام. أنا مع التطوير الجذري، وأعتقد معظم الناس اللي في الوزارة مع التطوير الجذري. بعض الأحزاب وبعض ولجنة وحتى لجنة التعليم في مجلس الشعب مع التطوير السريع للثانوية العامة، فإحنا في حوار مشترك. هل في أي تعارض في الرؤى لا، لجنة التعليم؟ مفيش تعارض. كل الجهات اللي بتتكلم في التعليم هدفها الأول والأخير مصلحة مصر وتطوير التعليم في مصر، ولكن دي جهة تشريعية ودي جهة تنفيذية. بس الجهة التشريعية كان عندها تصاريح وكان عندها مقترحات ورؤى يعني شوية لا بالعكس، صادمة للبعض ومرضية للبعض الآخر. زي ايه بالعكس؟ كتير جدا، يعني هل لها علاقة بفصل الطلاب مثلا البنات عن الولاد، لها علاقة بالدراسة الدين حاجات كتيرة جدا. هذه الطروح انا بحضر لجنة التعليم بانتظام، وعلى رأسها استاذ فاضل، أستاذ الدكتور شعبان عبد العليم، هو أستاذ جامعي ورجل من رجالات التعليم العالي، وكل أعضائها يعملون معلمين، أغلبهم مارس مهنة التعليم. وأعتقد أن المناقشات اللي بتتم هناك بناءة جدا وفي صالح التعليم وتطويره، وأنا بشرف بحضور هذه اللجنة في بعض عندما يكون هناك طلب إحاطة أو شيء، وتعاوننا أثمر عن أشياء كثيرة جدا لصالح التعليم هذا العام رغم قصر المدة. يعني تم تعديل كتب التاريخ أو الدراسات الاجتماعية في المرحلة الابتدائية بناء على توصية من لجنة التعليم، وأيضا تم تعديل أشياء كثيرة جدا، حتى مشروع الثانوية العامة الجديد والمناقشات فيه الوزارة بتشتغل فيه بناء على توصية من لجنة التعليم. وبالعكس لا يوجد أي قيود من لجنة التعليم على التعليم، وده أعتقد أنه هو بس يعني إعلام يعني كلام صحفي أكتر منه واقع عملي داخل اللجنة أو داخل الوزارة. وحضرتك قلت إن في الآخر أي حاجة هتتعمل أو أي حاجة هتتم هتعرض تعملها هتعرض على الناس. إحنا بس نتمنى زي ما قلنا تاني إن ما توقفش عند فكرة العرض وبعدين يقولوا طيب معناش فلوس بقى فهنقعد بقى. لا طبعا، لا، لجنة التعليم حريصة على التطوير مع بداية العام الدراسي، الوزارة حريصة على التطوير مع بداية العام الدراسي. حاليا احنا عملنا تطويرات كتيرة، بس جايز المجتمع بسبب اتساع النظام التعليمي مش واخد باله منها. احنا طورنا مرحلة رياض الأطفال بالكامل، بنبذل جهود. ايه ملامح التصوير سريعا جدا؟ غيرنا مناهجها ودربنا معلمينها بالتعاون مع هيئة تعليمية محترمة في دولة كندا، وأصبح نظام التعليم رياض الأطفال عندنا يضارع أفضل نظام عالمي. وبنشتغل حاليا على الصفوف على الأولى. على مستوى درس الجمهورية ولا مدارس الجمهورية كلها؟ مدارس الجمهورية كلها. بنشتغل على الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي. بنستبدل فلسفة الحفظ والتلقين بالفهم والأنشطة والتفكير والإبداع. وعندنا نظام تعليمي جديد بيبعد الطالب عن الحفظ، عن مجرد الحفظ، وبنقله للفهم. وحاليا همنا الكبير هو الثانوية العامة وتطويرها وتحديثها. نتمنى يعني نتمنى يبقى زي ما قلنا تاني، يبقى الكلام مثمر وفي الآخر يبقى اللي فعل. دكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا. شكرا. واهو ادي عرفنا في الاول المواعيد، من اللي تقدم ومن اللي اتاخر، وحاسس كان هيبقى في انتخابات اعاده اللي هيحصل، وكل ده من خلال ضيفنا الكريم. هنروح لفاصل ونرجع تاني، ونتمنى فعلا ان التعليم يكون احسن، ما يبقاش بس كلام. نرجع تاني، خليكم معانا.